كنيسة القديس شربل للموارنة في مرج الحمام بعمان تعد من أجمل الكنائس في المملكة نظراً لموقعها الخلاب وسط غابات الصنوبر والأشجار الحرجية المحيطة بها في المنطقة. عدسة نورسات وضمن سلسلة حلقات كنيستي زارت الكنيسة وعدت التقرير التالي. بين تلك الجبال والغابات الحرجية تقع كنيسة للموارنة على أرض في منطقة مرج الحمام بعمان تحمل اسم القديس شربل الذي عاش في بلادنا العربية وذاع صيته في أرجاء المعمورة. نتوقف نحن وإياكم اليوم لنسرد لكم محطات تاريخية في نشأة هذه الكنيسة التي تقشعر لها الأبدان حينما تدخلها. كنيسة القديس شربل تعتبر أول كنيسة مارونية في الأردن، ففي عام 1998 منح جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال أرضاً للبطريركية المارونية ليشيد عليها الكنيسة. يا كنيسة يا مجيدة أنت هي بيت الله فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. وفي نفس العام بارك غبطة البطريرك الكاردينال مار نصر الله صفير أعمال البناء ووضع الأساسات اللازمة. وفي 9 من تشرين الأول عام 2003 دشن غبطته القسم الأول من المركز الماروني برعاية كريمة من جلالة الملك عبد الله بن الحسين الثاني. وفي عام 2005 وضع غبطة البطريرك صفير حجر الأساس ليتم العمل على بناء الكنيسة التي أشرف عليها بكل محبة الخورسقف آنذاك جورج شيحان. يبلغ ارتفاع الكنيسة ما يقارب 15 متراً وعرضها ما يقارب 20 متراً. يميز الكنيسة من الداخل الحنية التي رسم عليها أيقونة القديس شربل يعلوها رب المجد يسوع. وعلى جانب الكنيسة يوجد مزار صغير فيها أيقونة وذخائر للقديس ليتبارك منها كل قاص ودار. في جوار الكنيسة مرافق متعددة بنيت حديثا حدثنا عنها كاهن الرعية الأب سامر زكنون وأشار أيضا إلى الفعاليات والأنشطة. بالرعية نحن بالإضافة لمبنى الكنيسي اللي هو المبنى الحالي الموجود في عنا المرافق الأساسية اللي هي بيت الكاهن. البيت الكاهن المؤلف من طابقين، طابق الأول اللي هو مكاتب مكتب الرعية ومكتب صالون الاجتماعات وصالون صغير، بالإضافة للصالون الكبير للصالون الرسمي اللي هو جديد استحدث، وايضا الصالون الببليك العام اللي بحبوا انه يقعدوا فيه العالم بشكل هيك بسيط. وعندنا بالمرافق الموجوده هون بالكنيسه عندنا الطابق التحتاني اللي تحول للفويه اللي كان بسنه قبل 3 سنين استقبلنا فيهم اخوتنا العراقيه وعودنا جددنا هالمكان هذا وصرنا نستقبل فيه الحجاج اللي بيجوا من كل الاماكن. أكيد للفويه في المطبخ، في قاعة الأكل، في اللوبي للاجتماعات للقاءات، وعنا المكان القاعة الكبيرة يلي كانت هي بالبداية قبل ما تدشن الكنيسة كانت هي الكنيسة، كنا هناك نقدس ونقيم الاحتفالات فيها. بالإضافة كمان بالمبنى ذاته في عنا اقتطعنا جزء منه وأسسنا حضانة القديسة أكوالينا. بالإضافة عنا البستان، بستان مار شربل أو الحديقة الدير يلي بتستقبل كل الناس اللي بحبهم يجوا يقعدوا ياخذوا متنفس مع عائلاتهم، يشووا يتسلوا يقضوا نهارهم. أيضا عنا كمان المكتبة يلي المكتبة هي
أنا بسميها كمان بما أنه الرعية، نحن هنا رعية مار شربل، هي مركزية بالعمان، لأن بتحضن جهتين كتير صعب أنه بين قوسين يتلاقوا، ولكن بيلتقوا بمار شربل، اللي هن اللي جايين من فلسطين على الأردن ما قادرين يروحوا على لبنان بيجوا لهون، واللي جايين من لبنان على الأردن اللي ما بيقدر يفوتوا على فلسطين أو على الأراضي المقدسة. الخشب اللي موجود هنا اللي بتشوفوه، الباب الكبير والضخم، هو كله صنع في لبنان. المذبح معمول من صخر أردني منحوت بشكل طولي. في يمكن مشروع إن شاء الله لقدام إنه ينعمل شيء مميز للأردن، وهو من فسيفساء، ينعمل العشاء السري من فسيفساء، وإن شاء الله بيكون هالشي جاهز. أكيد بالرعية في عنا مجلس وقف اللي هو يعنى بكل شؤون الأمور الكنيسي، أملاك الكنيسي وكل ما يخص الكنيسي، والإضافة لأنه عنا جوقة، كمان جوقة رائعة جداً، تخدم الأدديس وتخدم الاحتفالات وتخدم كل ما يتعلق بالأكاليل والعمدات. في تعاليمك المضيئة أنت سراج الطريق، وبأسرارك النفيس ضفنا يسوع الرقيق. كان في متبرعين كتير، متبرعين من كل الطوائف، ومتبرعين إسلام ومن كل الجنسيات. وكان أبونا جورج شيحان لما كان أبونا هلأ صار سيدنا، كان يقول لي يا بنتي الله بيدبر. تيجي التبرعات من حيث لا تعرف، ناس كانت تتبرع بالمصاري وناس كانت تتبرع بالعمل اللي يقدم كل هذا الحكي، وما تعرف كيف كانت تيجي المصاري. افتتاح الكنيسة كان ب 8 أيار 2010، كان سيدنا صفير وسيدنا بولس السياح اللي كان هو مطران حيفا والأراضي المقدسة، وأبونا جورج شيحان هم اللي افتتحوا الكنيسة. الكنيسة هون حلاوتها إنه عم تجمع من كل الطوائف، ما في بس موارنة لحال، في ناس كتير بيحبوا الموارنة، أصدقاء للموارنة بيجوا وإجوا كلهم، كان في باصات معبية كتير، يمكن كان في فوق 1500 شخص كله برا بالساحة، وإجت الكشافة غنوا ورقصوا على افتتاح الكنيسة، وكان قداس كتير رائع. لما إجا مونسنيور جهاد نصيف كان عم يعمل هون بيت مار شربل للرياضات الروحية، فكان تمثال مار شربل محطوط قدام البيت بطريقة إنه رح يخرب رح يروح منظره، فنقلوا قدام شجرة الزيتون. شجرة الزيتون صارت تورق وصارت تعطي زيتون. المعروف إنه الزيتون سنة إيه سنة لا بيعطي، إلا شجرة مار شربل كل سنة بتعطي زيتون. يا مار شربل، يا إناء طيبا للقداسة، فاح عطرك في كل المسكونة، تضرع لأجلنا. بك تجددت حياتي.